السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، مباشرة من سماء مدينة الصخيرات وبالضبط من أمام لابيرل دو الصخيرات بمدينة الصخيرات. أحد التجهيزات المنزلية، كنقول لكم مرحبا بكم وألف مرحبا. عروض استثنائية وغادي نمشيو في هذا الفيديو الإخوان، وحنا كنصوروا لكم في الطريق. كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، هنا المحطة اللي كدير حي الفتح العرجة، وهنا شارع الحسن الثاني. في هذه اللحظات غادي نقربوكم من مجموعة من المستجدات المتعلقة بمدينة الصخيرات اللي كتعرف تغييرات كبيرة أمورات مهمة. فكنقول لكم مرحبا بكم في لابيرل دو الصخيرات اللي غادي نحددوا لكم لوكاليزاسيون ديالها. صحاب الثلاجة والفريكو والتلفازة مرحبا بكم، صحاب أحدث التجهيزات المنزلية هنا لابيرل دو الصخيرات بمدينة الصخيرات، اللهم بارك. فمرحبا بكم، لوكاليزاسيون الإخوة راه باينة، لوكاليزاسيون راه باينة هنايا بالقرب من المدار ديال رجال الدرك الملكي. هنا الطريق اللي كتهبط للبحر، الناس اللي غايجيو في لوطوروت باش يدخلوا للشارع باش يجيو لابيرل دو الصخيرات، فالطريق راه قريبة بزاف. وحنا الآن في الطريق للمشاريع الخاصة بقاطني دور الصفيح بمدينة الصخيرات، فغادي نقربوكم من كل كبيرة وصغيرة. فهنا الرومبوان اللي كيكونوا فيها رجال الدرك الملكي، الطريق اللي كتهبط للبحر، وغادي نحاولوا نديكم مباشرة إن شاء الله في هذه الأجواء الاستثنائية. فكنتمناو عيد مبارك سعيد للجميع، وكنقول لكم دائما احدث العروض في لابيرل دو الصخيرات عند الاخ عبد العالي عزمي الكترو عزمي بمدينه الصخيرات شارع الحسن الثاني. فمرحبا بكم، اجواء جميله هنا، اجواء بارده عكس يوم امس اللي كانت فيه اجواء حاره، فاللهم لك الحمد والشكر. كما كتشوفوا معانا الفريغو والتلفازه والثلاجه والمونينكس وكذلك لافيسيل، الماكينه الاشكال والانواع الاخوان، فغادي تلقاهم عندنا في لابيرل دو الصخيرات. فمرحبا بكم، عروض استثنائيه، عروض خاصه بالناس اللي كيلتحقوا بمدينه الصخيرات، فالبروموسيو كتوصل حتى 30%، وكذلك كنهضروا على الكادو وكنهضروا على الطومبوله. فمرحبا بكم والف مرحبا. هنا في الجنبات ديال المسجد وفي جنبات مقهى بالعنايه، كنقول لكم مرحبا بكم وتحيه لاحسن مدرسه كرويه بمدينه الصخيرات بالعنايه، وتحياتي خويا حفاظ. تحيه للاخوه، صراحه الصدفه خير من الف ميعاد. فاخونا حفيظ على المباشر لقطه صراحه استثنائيه، والله ما كنا معولين عليها. فهاد اللحظات كندخلوا لشارع الحسن الثاني، الطريق المؤديه لباقي المشاريع هنا الخاصة بقاطني دور الصفيح والمشاريع اللي شراو فيها الناس. فكلشي كنقولوا ليه كاين عروض استثنائية، ومرحبا بكم، لابيرل دو الصخيرات في انتظاركم من أجل إن شاء الله تستقبلكم بأفضل العروض. تفكرت الإخوان غير ديك اللقطة مني كان غادي المنتخب الاحتفال ديال المونديال، تفكرت هذيك اللقطة غادي بالمقلوب. فكنقول لكم مرحبا بكم، مرحبا بكم والف مرحبا. هنا مشروع الرياحين، هنا مشروع البساتين، الياسمين، المنظر الجميل، الفردوس، الكرامه، مجموعه من المشاريع الخاصه هنا بمدينه الصخيرات، تغييرات كبيره صراحه. وفي هذه اللحظات كندخلوا هنا من الجنبات، وغادي نقربوكم من اجمل الصور. هنا غادي تكون عندنا واحد المقهى اللهم بارك، وحمام ولاصال، غتكون امور لي زوينه. كنقولوا الناس ديال الصخيرات مجموعه من الامور الايجابيه جايه في الطريق، اللهم بارك، الله يسخر الامور. وكنبغي نقول لكم دائما جوهره الصخيرات كترحب بكم وكتقدم لكم افضل العروض، افضل العروض في جميع التجهيزات المنزليه هنا المجموعه المدرسيه الحموتي. يا سلام يا سلام يا سلام. هنا مشروع الريف، وهنا معنا السائق ديالنا صاحب النقل البضائع خويا عباس، اللهم بارك، اعطيه البضاعة اللي عندك ونسه. يا سلام يا سلام، هنا مباشرة من مشروع الريف، هنا الريف، هنا كذلك الريف، المنظر الجميل، هنا البساتين والياسمين والرياحين ومجموعة من المشاريع المجاورة في انتظار نشوفوا كذلك تدخل الجهات المسؤولة بجماعة الصخيرات على أنها دير بعض الحركات، يعني في إطار المواكبة
ديال الساكنه اللي كتلتحق هنا مدرسه النيل الخاصه. يا سلام. دائما مباشرة متشبعين الكرام من جنبات المشاريع الخاصة بقاطني دور الصفيح، هنا مجموعة من التغييرات اللي جينا في الجنبات ديال مشروع الفردوس هنا والكرامة، الكرامة من خلف العمارات العلي من ديالي، مجموعة من الأمور إن شاء الله اللي غتكتشفوها معنا. ما تنسوش الاشتراك في القناة والبارطاج باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا. قليلا نقول لكم تهلاو ليا في راسكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.